أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.
أسألكم عليه من أجر إلا من شاء قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا وتوكل على الحي وتوكل على الحي خبيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا
وتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده صلى الله عليه وسلم. كمان وتوكل على الحي. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وتوكل على الحي وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض. وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فسل به خبيرا.
ثم استوى على العرش الرحمن فسل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا وزادهم نفورا. قالوا وما الرحمن أنسجد لما يأمرنا وزيدهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا وجعل فيها سرجا. تبارك الذي جعل في السماء سراجا وجعل فيها سرجا وقمرا الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو
وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما. وعباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على
يعمل من متعدي من الجاهلون قالوا سلامة اللي بقى انت بتلقى عليا كده صلي على النبي صلي على النبي صلي على النبي الله على الناس بقى دي صلي على النبي قول يا مولانا صلى الله عليه وسلم الله تعالى الله يا رب والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وكان بين ذلك قواما لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون الله إلها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يلقى أثاما يلقى أثاما ويخلد فيه مهانا إلا من إلا من تاب وآمن
يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا ربنا واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا دعاؤكم. قل ما يعبأ بكم ربي فقد كذبتم فسوف يكون لجابا. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما. فسوف يكون لزاما. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين
إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم الرحيم الرحمن الذي أنزل في القرآن سورة الفرقان وذكر فيها صفات عباد الرحمن الموعودين من الله بفسيح الجنان وبرفقة نبينا المصطفى العدنان. وقد استمعنا للصوت الكروان واستمعت الاذان واستمتعت الاذان وكيف لا والقارئ شديد الاتقان. فضيلة القارئ الشيخ الدكتور محمود علي حسن كرواز المجدل بالإذاعة المصرية وقمر الأنسيات الدينية ابن قرية الأهلباي شاكرين إلى فضيلتي وإلى حضراتكم جميعا باسم آل وهدان أصحاب الخلق والإيمان شاكرين لكل من شرف بواجب الرجال الشجعان باسم الأستاذ السيد إبراهيم وهدان وأيضا باسم الحاج جلال وهدان وأيضا باسم الأستاذ محمود وهدان وأيضا باسم المعلم محمد وهدان والمعلم خيري وهدان والأستاذ يحيى وهدان والأستاذ عبد العزيز وهدان باسم الأستاذ عبد العزيز محمد علي معلم سامح وهدان والحاج ناصر وهدان حاج علاء وهدان وجميع الأسرة. نشكر لكل من شرف بالعزاء من السادة العظماء والنبلاء السيد المستشار أحمد بيت شلبي هيئة قضايا الدولة والأستاذ الدكتور عبد الرحمن الشلبي أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية السيد المستشار رمضان السيد قطاع النيابات الإدارية الأستاذ المستشار السيد أحمد بيت بالنقابة يأتي بالحق بلا تكليف السيد النائب عصام أبو المجد السيد النائب محمود شحاتة زايد كذلك فضيلة محمد مجدي حسنين السيد العمدة محمد السيد وهدان أشكر لكم جميعا الفراشة الكبرى والإنارة السيد صاحب الفراشة والإنارة أنور أبو الريس والهندسة الإذاعية أحمد يحيى أبو فرج ومقدم الضيافة الليلة أبو فيه الفجر ببنايوس إدارة ميدو مصورنا وجميع
كبير مصور الحفلات القرآنية المخرج ناصر صلاح. أي سادة بدون تبليغ أشكر إلى أخي العفيف والشريف وصاحب القلب المضيف أخي الشيخ محمد أبو ضيف الذي يقدم الحفلات القرآنية بكلام منسق ورضيف وصاحب الكلام الإقراء اللطيف. أشكر له ولحضراتكم